مثل صرح الميثاق الوطني رؤية ملك وقصة شعب، جاءت فكرته بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليسجل احتفالا خالدا بميثاق العمل الوطني. 98.4% كان رقما فارقا في مستقبل البحرين السياسي، سطره أبناء البحرين ليؤكدوا للعالم بأسره بأنهم ملتفون حول قائدهم، ليتمخض عنه ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه كافة المواطنين بمختلف أطيافهم، فاجتمعت إرادة الشعب مع رؤية القائد لتسطر ملحمة تاريخية جسدها صرح الميثاق الوطني. والصرح طبعا يعني لين صار التصويت في عام 2001، جلالة الملك حب أنه هو يوثق هذه اليوم بمبنى، فهذه المبنى هو يوثق هذه اليوم النقلة اللي كانت البحرين قبل وش كانت الحين، يعني من ناحية تعزيز العلاقة بين الشعب والقيادة. فدور الصرح هني ان الناس اللي تشوفه تذكر يوم الميثاق، تذكر الدستور، تذكر الميثاق اللي بين الحاكم والشعب. حكمة القائد خلدت تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البحرين، فأمر بأن ينشئ صرح عظيم ليس له مثيل يذكرنا بعملنا الرائع في ذلك اليوم، وبالأهداف السامية التي لأجلها خرج الجميع ليدلوا بأصواتهم، ليكون مرجعاً للأجيال التي لم تشهد تلك اللحظة بمعناها، وبالعهد الذي قطع فيها، وبتفاصيل في الشخصية البحرينية كانت جزء لا يتجزأ منه. الصرح عندنا هنا هو في الأساس رؤية الملك، التفاف في الشعب حول القيادة، لكن شلون نطبق هذا الشيء فعلياً؟ من زيارات المدارس اللي يونا طلبتنا يونا هني، نحاول ان احنا نغرس روح المواطنه والانتماء عندهم. على سبيل المثال مثل ما شفتوا على جدران الصرح اسامي المواطنين اللي صوتوا حق الميثاق محفوره هني، فالناس اللي يون يحطون يسالون عن اسامي ابهاتهم امهاتهم وين موجوده، يخلي الواحد يحس انه هو يعني منتمي لهالوطن، هاي الوطن مكانه، هاي الوطن اللي يوثق دور اهله وشنو كان دورهم في الميثاق. فهاي دور نحن هو تعزيز المواطنة والانتماء بالذات عند الطلبة وعند الجيل الجاي اللي هو المستقبل. طبعا صرح الميثاق الوطني يجسد ماضينا العتيد بحاضرنا المشرق من خلال متحف تفاعلي يستعرض تاريخ البحرين بأسلوب جميل ومشوق قادر على جذب الأجيال الحالية، كما يضم أيضا مكتبة الملك حمد الرقمية والتي أنشئت بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لتمكين الطلبة والباحثين من الاستفادة منها بالدخول على الآلاف من المصنفات الرقمية في المجالات العلمية والبحثية العربية والعالمية. للثورة اللي يعيشها العالم في مجال العلوم الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حتم هذا ظهور نوع جديد من المكتبات عرف بالمكتبات الرقمية. المكتبات الرقمية سهلت على الباحثين والدارسين عملية الوصول للمعلومات وعمليات النشر الإلكتروني بكفاءة أكبر بعيدا عن ظروف الزمان والمكان اللي كانت تحكم استخدامهم للمكتبات العادية. وما مكتبة الملك حمد إلا واحدة من المبادرات الخلاقة لجلالة الملك المفدى في مجال التمكين الرقمي واستخدام التكنولوجيا والاتصالات في مجالات التثقيف والتعليم في ظل التوجه العالمي لرقمنة مجال الاتصالات والثقافة. كباحثة أكاد أجزم بأن مكتبة الملك حمد على جميع الخدمات التي تقدمها من خلال أقسامها المختلفة تعد مركز للعلم والثقافة ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل على مستوى العربي والإقليمي. مكتبة الملك حمد هي مكتبة رقمية عندها العديد من قاعدة البيانات والمراجع والمصادر تخدم الطلبة والباحثين والأكاديميين في بحوثهم العلمية. وقعت المكتبة مع مكتبات عالمية رقمية مثل مكتبة جامعة كامبريدج ومكتبة جامعة أكسفورد والمكتبة الوطنية الفرنسية، فالطالب أو المهتم أو الباحث يستطيع أنه يدخل إلى هذه المكتبة وقاعدة بياناتها عشان يحصل على المعلومات التي تساعده في إنتاج بحثه العلمي. تخليد ميثاق العمل الوطني من خلال صرح عظيم يروي رؤية ملك وقصة شعب،
أنشئ ليذكرنا دائما بمعنى الانتماء لهذا الوطن الغالي. كل لبنة في هذا الصرح الوطني الشامخ تحمل رسالة حب وولاء من أبناء البحرين لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة على أن الشعب البحريني بجميع أطيافه لطالما كان ملتفا حول قائده. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.